حركات خاطفة استعراضية، ولقطات مثيرة وجنونية، وتوازن كبير على الدراجات الهوائية. هي الجينات التي يمتاز بها عادل ورفاقه من مختلف فئات السنية. هم عينة من الشباب العاشقين للمغامرة والتحديات، غير آبهين بخطورة هذه اللقطات والحركات. عادل عبدوني من مواليد 2005، المقيم في حمادي بومرداس، أدرس في السنة الثانية من التعليم الثانوي، ومحب لي هواية ركوب الدراجات الهوائية. كنت نشوف من فيديوهات في اليوتيوب وسي وطيح ونوض، وبات أتعلم. لازم الوقت والصبر. بعد تحديد الموقع على وسائل التواصل الاجتماعي، يلتقي هؤلاء الشباب لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية على عجلتين أو على عجلة واحدة. الأمور مشابهة لدى هؤلاء الذين اعتادوا الاجتماع في الساحات والأماكن العمومية وتجسيد هذه اللقطات الانسيابية. هذه الرياضة نمارسوها احنا كصحاب، اذا نتلاقاو اما نتفاهموا نتلاقاو في بلاصة ونروحو ندورو. كاين اللي يعطيك حاجة انتقادات سلبية، وكاين يعطيك حاجة مليحة يقولك بارك الله فيك دير حاجة شابة. انعدام مرافق ومضامير خاصة برياضة الدراجة الهوائية يزيد من مخاطر تطبيق هذه الحركات الاستعراضية. هي أمور أضحت تهدد عادل ورفاقه، خاصة مع تغير الأماكن والظروف المناخية. مشكل ما عندناش وين نتعلمو، وين نلعبو، وين لازم بعد لازم ديبلاصو. كيما حنا نروحو من داك صابلات طارويبة باش نلعبو حتى غاية عند صحابنا باش نلعبو، ونطلبوا منهم يديروا لنا بلاصة نلعبو فيها. فيها خطورات شوية، لازم نخدم بفلانات، كي تجي غير حطيت تنهار شوية، نخرجو من بعد ونحوسو ونولو. والله يبارك عاد ربي يوفقه ويكمل في هذه المسيره ان شاء الله، وما يديرش على هضره تاع الغاشي، ما يديرش على الانتقاد. فعلى نفس المسافه بين العجلتين تكون المنافسه بين المتعه والاثاره والجنون. ولانها واحده من اشهر الرياضات في الشوارع الجزائريه، الا انها لا تملك ممثلين او اتحاديه وطنيه، فلينظر المعنيون في هؤلاء الشباب الذين جعلوا من هذه الهوايه اسلوب حياه.